من باب ان احنا بنتكلم عن النباتات، والنبات هو بطبيعة الحال كائن حي تدب فيه الحياة وتجب مراعاته، كذلك الحيوانات والطيور والزواحف. انا طول عمري ما بفهمش خالص قصة ليه الناس بتصطاد سلحفات الماء، ليه الأساطير الشعبية بتاعت اذبحها واشرب دمها وهو لسه سخن علشان تبقى أقوى واحد في الدنيا وأجمد بني آدم، ده كلام فارغ وأظننا تخطيناه من بدري. يعني حتى ده أصبح عادة شعبية قديمة لم يعد أحد يقوم بيها خالص، ما ظنش يعني. وإن حدثت هتلاقيها بتحدث مثلا إيه اللي هو بطريقة 1 في المليون. طيب ناس تانية تروح جاية صيداها عشان يحطها في محل او علشان يخلع الدرع بتاعها الصدفة بتاعتها دي ويعلقها في المحل وبعدين ممكن يبيعها او بيعلقها ديكور. يعني المسألة مش كده، واظن ان احنا مفترض ان احنا وصلنا الى قدر كبير جدا من الوعي يحول دون ان احنا نعمل الكلام الفارغ ده. السواحلية يسموا سلحفات الماء دي يسموها الترسة. ليه الترسة؟ عشان كلمة ترس يعني درع، عشان الترس اللي على ظهرها ده، يسموها الترس. وبالمناسبة دي كانت من أوائل الدروع اللي تم استخدامها في العالم، يعني زمان جدا في بدايات التاريخ عندما قرر البني آدم أنه يسيل دم البني آدم اللي زيه. يعني البشر دول كائنات عجيبة. صور لحضرتك شايفها دي واللي احنا بنعرضها من شوية انتشار النار في الهشيم من امبارح على السوشيال ميديا. السلحفة موجودة عند راجل سماك. طبعا الصور دي اثارت حفيظة قطاع واسع جدا او قطاعات كبيرة جدا من المجتمع، سواء من الناس اللي مستاء جدا من وجود السلحفة في محل بتاع سمك لا يراعيها ولا بياخد باله منها ولا بيحافظ عليها، وحالتها الصحية كان واضح في الصور وفي الفيديوهات انها سيئة الى ابعد الحدود. ادي واحد. قطاع اخر من الناس اللي مهتمة بالبيئة وبتعرض الحيوانات والمخلوقات للانقراض. قطاع اخر من الناس اللي هم بقى هنا المسؤولين اللي شافوا ده كارثة حقيقية بصراحة. وبالفعل تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة، وده كان بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتوجهوا على طول لهذا المحل الراجل السماك ده. الحمد لله تم انقاذ هذه السلحفاة واطلقوها مرة تانية زي ما حضراتكم شايفين في المية في بيئتها الطبيعية. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شؤون حماية البيئة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الحال؟ دايما الحمد لله، ونشكر حضرتك دايما على اهتمامك بقضايا البيئه دايما. يعني لا والله، ده احنا اللي بنشكركم على انكم بتحافظوا على هذه الامور، وبنشكركم على التحرك السريع طول الوقت. ايه حدوته السلحفه دي يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده جابها منين ولا بيعمل بيها ايه؟ هو زي ما حضرتك اشرت فعلا احنا جالنا بلاغ من خلال الموقع الالكتروني ان احد تجار السمك يعني عنده احد السلحفات وعارضها، وطبعا زي ما حضرتك اشرت كده متعرضه لشكل من التعذيب والموضوعه في مكان غير مناسب. ومبدئيا هذه السلحفاه من النوع النادر جدا كمان طبعا، ومن النوع المهدد للانقراض. انا بس عايز اقول معلومه للناس ان احنا في 7 انواع للسلحفاه على مستوى العالم، مصر فيها 5 لوحدها، ومدرج سلاحف سلحفة ذات الرأس الكبير على جدول العالمي للحيوانات المهددة بالانقراض. هو حيوان ذا أهمية كبيرة جدا، يتكاثر طبعا على أناديل البحر اللي هي يعني لو زاد عدد معدل تكاثرها هيأثر على نظام تنوع البيولوجي داخل طبعا البحر. بيعمل خلل على طول. بالظبط، وزي ما حضرتك أشرت في المقدمة الموروثات الشعبية اللي بالنسبة لنا عندنا سبب يعني السودان يعني بيعتبروا ان الدم بتاعها ممكن يكون جزء للخصوبة وغيرها، او يستخدمها في بعض الاعمال زي ما حضرتك قلت، ياخد الشن بتاعها ويعلقه. وطبعا دي حاجات خاطئة جدا جدا ومرفوضة بحكم القانون وممنوع، خصوصا زي ما حضرتك عارف بعد مؤتمر تغير المناخ ازداد الوعي بتاعنا عندنا في مصر. صح.
وفي قضايا البيئه دي بقت قضيه مهمه مرتبطه بالصحه وبالاقتصاد وبالسياحه وكل حاجه، مش الموضوع ان انا على مستوى محلي بس بعمل حادثه زي دي، لا على العكس دي حاجه تسرنا احنا كناس مهتمين بالبيئه. وعشان كده قمنا بلجنه مشتركه مع محافظه القاهره وقدرنا نحصل او يعني ناخد السلحفاه ونعمل لها عمليه ريكفري سريع، والحمد لله النهارده تم اطلاقها في محميه اشتوم الجميل بورسعيد بحضور طبعا العديد من طلبه الجامعه عشان يتعلموا برضو الحفاظ على البيئه. هايل انها اتحطت كمان في محميه، فيبقى في عندها فرصه للتكاثر وبالتالي نساعد في التقليل من مهددات انقراضها الى اخره. ده شيء رائع جدا 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 يا دكتور، بشكرك مرة تانية على هذا التوضيح، وبشكركم كجهاز الحقيقة على سرعة التحرك. دكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة.